ما المراد بملك اليمين الوارد ذكرهم في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة؟ وهل نعد منهم الخادمات في هذه الأيام؟ ملك اليمين هم الأرقاء الذين ضرب عليهم الرق في الحرب الإسلامية المشروعة أو تناسلوا من أرقاء، فمن ملك أمة جاز له بعد استبرائها أن يتمتع بها كما يتمتع الزوج بزوجته دون حاجة إلى عقد أو مهر أو شهود، وليس لهن عدد محدود يباح للرجل ألا يزيد عليه، بخلاف الزواج من الحرائر فلا يزيد على 4 في عصمة واحدة. والتمتع بملك اليمين ربما يفهم بعض الناس من ظاهره أنه إطلاق لسهوة الرجال وزيادة في التمتع، ولكنه في حقيقته وسيلة من وسائل تحرير الرقيق، لأن الأمة إذا حملت من سيدها لا يستطيع أن يبيعها أو يهبها، وإذا مات لا تورث كما يورث المتاع، بل تصير حرة وابنها يكون حرا لا رقيقا. أما المنهي عنه فهو الزواج من الإماء بعقد ومهر كالحرة، وهو لا يجوز إلا عند توفر أمرين: أولهما العجز عن مهر الحرة، والثاني خوف الزنا إن لم يتزوج. قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى أن قال: ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. وسر النهي عن نكاح الإماء بعقد ومهر وشهود أن الأولاد الناتجين من هذا الزواج يكونون أرقا لا أحرارا، والإسلام لا يريد زيادة في الأرقاء بل يريد زيادة في الحرية، وله أساليبه الكثيرة في ذلك. فالآيتان اللتان في السؤال تقولان: إن المؤمنين يصونون أنفسهم عن العلاقات النسوية المحرمة، ولا يحل لهم إلا التمتع بالزوجات الحرائر عن طريق العقد المعروف أو بالإماء عن طريق ملك اليمين هذا. وأما الخادمات الموجودات في أيامنا فهن حرائر فلسن إماء، فلا يجوز التمتع بهن إلا بالزواج الصحيح. والرق قد بطل الآن باتفاق الدول، ولا يوجد منه إلا عدد قليل جدا في الدول التي لم توقع على الاتفاقية الدولية، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية فقر، ما حكم الدين في تحويل رجل إلى امرأة أو العكس بعملية جراحية أو أدوية طبية؟ معلوم أن الذكورة لها أعضاؤها المعروفة، وكذلك الأنوثة لها أعضاؤها المعروفة، وقد يولد شخص به أجهزة الجنسين فيقال له خنثى، وقد تتغلب أعضاء الذكورة وتبرز بعملية جراحية وغيرها فيصير ذكرا، يتزوج أنثى وقد ينجب، وقد تتغلب أعضاء الأنوثة وتبرز بعملية جراحية وغيرها فيصير أنثى تتزوج رجلا وقد تنجب. أما مجرد الميول الأنثوية عند رجل كامل الأجهزة المحددة لنوعه فهي أعراض نفسية لا تنقله إلى حقيقة الأنثى، وقد تكون الميول اختيارية مصطنعة عن طريق التشبه فتقع في دائرة المحظور بحديث لعن المتشبه من أحد الجنسين بالآخر، وقد تكون اضطرارية يجب العلاج منها بما يمكن،
وقد يصلح العلاج وقد يفشل، وهو مرهون بإرادة الله سبحانه. كما أن مجرد الميول الذكرية عند امرأة كاملة الأجهزة المحددة لنوعها لا تعدو أن تكون أعراضا لا تنقلها إلى حقيقة الذكورة، فتقع في دائرة المحظور إن كانت اختيارية، ويجب العلاج منها إن كانت اضطرارية. والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية فقر، هل توجد أحاديث شريفة تحرم الذهب والفضة على المرأة إذا كان في صورة حلقات، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أحل للنساء لبس الذهب والحرير؟ هناك حديث يقول: من أحب أن يحلق حبيبته بحلقة من نار فليحلقها حلقة من ذهب، ومن أحب أن يفوق حبيبته طوقا من نار فليفوقها طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبته سوارا من نار فليسورها سوارا من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها العبوا بها. هذا الحديث ذكره الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب بلفظ حبيبة وليس حبيبته، ورواه أبو داود بإسناد صحيح. قال المنذري: الأحاديث التي ورد فيها الوعيد على تحل النساء بالذهب تحتمل وجوها من التأويل. أحدها أنه منسوخ، فإنه قد ثبت إباحة تحلي النساء بالذهب. الثاني أن هذا في حق من لا يؤدي زكاته دون من أداها كما نص عليه الحديث. والثالث أنه في حق من تزينت به وأظهرته. إذا كان الذهب محرما على الرجال، فهل يجوز لهم أن يلبسوه الأولاد الصغار غير المكلفين؟ قيل: يحرم، لأن الحديث في حق من يلبس الأولاد، فقد ورد بلفظ: من أحب أن يسور ولده بسوار من نار فليسوره سوارا من ذهب، ولكن الفضة العبوا بها كيف شئتم. رواه أحمد وأبو داود. وقيل: لا يحرم لأنهم غير مكلفين. هذا، وأرجو ألا يتعجل بعض الناس في إصدار الحكم على شيء بمجرد أنهم قرأوا حديثا واحدا ولم يستوعبوا ما ورد في الموضوع وما تحدث به العلماء المختصون الذين اطلعوا على روايات متعددة وخلصوا منها إلى الحكم الصحيح. والله أعلم. وما رأي الدين في سير النساء في أماكن عامة مرتديات الملابس تثير غرائز الشباب، وما الحل من وجهة نظر الدين؟ إذا خرجت المرأة من بيتها وكان هناك أحد أجنبي عنها، وجب عليها أن تستر ما أمر الله بستره بملابس سابغة ليست محددة ولا شفافة، وأن تبتعد عن الزينة اللافتة للنظر وعن العطور النفاذة، وأن تلتزم الأدب في مشيها وكلامها وفي كل أحوالها كما نصت عليه الآيات والأحاديث. والمقصرة في ذلك تسيء إلى نفسها بالتعرض لها أو التحرك بها، وتسيء إلى أسرتها، وتسيء أيضا إلى المجتمع كله. والحديث الذي رواه البخاري ومسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وعلى المسؤولين من الآباء والأزواج بالذات أن يراقبوا ذلك منعا للضرر وحفاظا على الشرف. فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا وقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه: والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته.
وإذا كان على الرجال أن يراعوا أمر الله من الحفاظ على الشرف والحرمات، وكذلك على النساء أن يراعين ذلك. فعندما قال عن الرجال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قال عن النساء: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى آخر الآية. وإذا كانت القوانين الوضعية كالقوانين الدينية تحرم الاغتصاب، فعليها أيضا أن تحرم الخروج على الآداب من الطرف الآخر، ليتعاون الجميع على تحقيق الغرض من التشريع. ورحم الله مصطفى صادق الرافعي الذي قال: إذا عاقبت الفتى مرة فإني أعاقب الفتاة مرتين لأنها كشفت اللحم للقط. إن الإطلاق لا يكون من طرف واحد، بل لا بد من تعاون كل الأطراف. وعدم المبالاة والسكوت على الباطل يأباهما الدين. والله يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والله أعلم. وإذا كنا نتحدث عن لبس المرأة، فهل هناك فرق بين الخمار والنقاب والحجاب؟ من القواعد العلمية ما يعرف بتحديد المفاهيم أو تصور الموضوع تصورا صحيحا حتى يمكن الحكم عليه. فلا بد من معرفة معاني الخمار والنقاب والحجاب قبل الحكم عليها. الخمار هو واحد الخمر التي جاءت في قوله تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وهو ما يغطى به الرأس بأي شكل من الأشكال كالطرحة والشال وما يعرف بالإثرب، ويقال في ذلك: اختمرت المرأة وتخمرت، وهي حسنة الخمرة. والنقاب هو ما تضعه المرأة على وجهها لستره، ويسمى أيضا البرقع أو النصيف، وهو معروف من زمن قديم عند اليهود كما في سفر التكوين، أن رفقة رفعت عينيها فرأت إسحاق فنزلت عن الجمل وقالت للعبد: من هذا الرجل الماشي في الحقل للقائي؟ فقال: هو سيدي. فأخذت البرقع وتغطت، كما كان معروفا عند العرب قبل الإسلام، ويسمى باللسام كما يسمى أيضا بالخمار. قال النابغة الزبياني يصف المتجردة، هي امرأة النعمان بن المنذر، لما سقط برقعها وهي مارة على مجلس الرجال قال: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. والحجاب في اللغة هو الساتر، كما قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وكما قال: فاتخذت من دونهم حجابا. ويراد به في الشرع ما يمنع الفتنة بين الجنسين، ويتحقق ذلك بستر العورة والغض من البصر ومنع الخلوة ومنع الكلام اللين ومنع اللمس. فالحجاب أعم من الخمار ومن النقاب، وهما من مقوماته التي تتحقق بها حكمة التشريع، وهي منع الفتنة بين الرجال والنساء أو تنظيمها، ليؤدي كل من الجنسين رسالته في هذا الوجود. وبتحديد هذه المعاني تعرف حكم كل واحد منها. والله أعلم. وهل يجب على المرأة أن تستر وجهها بالنقاب عند خروجها للعمل؟ ورد حديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها، رواه أبو داود وابن مردوية والبيهقي، وهو أن أسماء
بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. يقول الحافظ المنذري: الترغيب والترهيب، هذا حديث مرسل أي سقط منه الصحابي، وذكره القرطبي في تفسيره وقال إنه منقطع. وقال ابن قدامة في المغني: إن صح هذا الحديث فيكون قبل نزول الحجاب. وبناء على هذا لا يوجد دليل يستثني وجه المرأة وكفيها من وجوب سترهما، ويؤكد ذلك الشوكاني بأن المسلمين من قديم الزمان على ذلك، ويميل إلى هذا في زمن يكثر فيه الفساق. والخلاف موجود بين الأئمة، وفي قول في مذهب الإمام مالك للمرأة أن تكشف وجهها وعلى الرجل أن يغض بصره، وقيل يجب ستره، وقيل يفرق بين الجميلة فيجب وبين غيرها فيستحب. وجاء في أحد كتب المالكية كراهة انتقاب المرأة في الصلاة وغيرها لأنه من الغلو في الدين، إذ لم ترد به السمحة ما لم يكن من عادتهم ذلك. وفي الموطأ للإمام مالك جواز أكل المرأة مع غير ذي رحم، وقال ابن القطان فيه إباحة إبداء المرأة وجهها ويديها للأجنبي، إذ لا يتصور الأكل إلا هكذا، وقد أبقاه الباجي على ظهره. وتوجد نصوص أخرى للمالكية في قولهم بجواز كشف المرأة وجهها أمام الأجانب، وما دام الأمر خلافيا فلا يحكم ببطلان رأي، ولا يجوز التعصب لغيره، وللإنسان حرية الاختيار، وكل هذا الخلاف ينتهي إذا كان وجه المرأة جليلا تخشى منه الفتنة فيجب ستره، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية الصقر، غض البصر من الأمور المستحبة في الدين الإسلامي، هل النظر إلى الصورة الشمسية للمرأة أو النظر إلى المرأة في التلفزيون يساوي النظر إلى حقيقة المرأة؟ معلوم أن الإسلام حرم النظر إلى أي جزء من جسم المرأة الأجنبية حتى الوجه والكفين إذا كان النظر بسهوة، لأن النظر بريد الزنا، والنصوص في ذلك كثيرة. أما لو كان النظر بغير سهوة فيجوز فقط إلى الوجه والكفين عند بعض العلماء، ورأى بعضهم عدم جواز النظر إليهما في كل الأحوال إلا ما هو مستثنى لعلاج ونحوه. هذا هو حكم النظر إلى الأصل. أما النظر إلى الصورة فقد مثل لها القدامى بالنظر إلى صورتها في المرآة أو في المياه، واختلفوا في قياس الصورة على الأصل وعدم قياسها، بناء على تصورهم أن الرؤية تحصل من أشعة خارجة من العين أو أشعة منعكسة من المرء على العين، والثاني هو الرأي الصحيح الذي أثبته العلم. ومهما يكن من شيء فإن صورة المرأة لا يجوز النظر إليها بسهوة باتفاق الجميع، كما لا يجوز النظر إلى أي شيء يثير الفتنة، لأن حكمة التشريع موجودة في الأصل والصورة، وتشتد الحرمة إذا كان النظر إليها في الصور المتحركة، فإنها لا تقل فتنة عن النظر إلى الأصل إن لم تكن أقوى، وبخاصة في الأوضاع التي لا تليق ذوقا ولا شرعا، والله أعلم.
يرى بعض الناس أن تعليم المرأة يجب أن يكون في المرتبة الثانية من تعليم الرجل، فهل الدين الإسلامي يدعو إلى ذلك؟ التكاليف الشرعية موجهة للرجال والنساء جميعا، وإن كان أكثر النصوص في القرآن والسنة تتحدث عن الرجل لأنه الأصل وكل من بعده تبع له، وهذا كله مع مراعاة التناسب في التكليف بين طبيعة كل من الجنسين. وطلب العلم واجب لمعرفة ما أمرنا الله باتباعه مما أنزله على رسله المبشرين والمنذرين، وتلك حقيقة لا تحتاج إلى دليل. وأكثر النصوص الواردة تبين فضل العلم والمتعلم على غير المتعلم بأساليب كثيرة، والرجل والمرأة في ذلك سواء. وإذا كان قد جاء في حديث ضعيف طلب العلم فريضة على كل مسلم دون لفظ ومسلمة، فهي مضافة حكما لا رواية، والواقع يشهد لذلك. فقد صح في البخاري ومسلم طلب النساء من النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص يوم لهن للتعلم، وصح أن كثيرات منهن سألنه في أمور دقيقة، قالت في شأنها سيدة عائشة: نعم نساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. بل جاء في رواية البخاري ومسلم: أيما رجل كانت عنده وليدة، أي أمة رقيقة، فعلمها فأحسن تعليمها، وأدبها فأحسن تأديبها، ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. وإذا كان هذا في تعليم الأمة فكيف بالحرة؟ والنصوص عامة للجميع. لقد قال الفقهاء كما جاء في إحياء علوم الدين الإمام الغزالي وغيره: يجب على الزوج أن يعلم زوجته القدر الضروري الذي تصحح به عبادتها وتؤدي به واجبها المنوط بها، وذلك إما بنفسه هو أو بمن يستعين به، فإن لم يفعل كان لها أن تخرج لطلب العلم الواجب ولا يجوز أن يمنعها منه. وقد صح في الحديث نهي الرجال عن منع النساء من الذهاب إلى المسجد، وذلك لأجل التعلم، لأن صلاتهن في بيتهن أفضل. فإذا كان للمرأة أن تخرج لطلب العلم سواء أكانت متزوجة أم غير متزوجة، فعليها أن تلتزم بكل الآداب الواجبة لكل خروج من بيتها، من الحشمة والعفة والأدب وعدم المغريات من عطر النفار أو قول خاضع أو خلوة مريبة أو تزاحم متعمد، مع التأكد من الأمن عليها من الفتنة والفساد. وعلى المجتمع كله أن يوفر الجو الآمن لتحقيق الغرض من التعلم ومنع الفساد بأي وجه يكون، وبالفهم الجيد لنصوص الدين وروح الشريعة يمكن الحكم على أي عمل حكما صحيحا بعيدا عن التخبط والانحراف. والله أعلم. وما الحكم في أن تمارس المرأة الألعاب الرياضية؟ الألعاب الرياضية بوجه عام مشروعة، أي مسموح بها في الدين في ظل التوجيهات والآداب الموضوعة لأي نشاط بشري. وابن القيم في كتابه زاد المعاد ذكر من فوائدها حسب المعلومات التي كانت موجودة في عصره أنها تخلص الجسم من رواسب وفضلات بشكل طبيعي، وتعود البدن الخفة والنشاط، وتجعله قابلا للغذاء، وتصلب المفاصل، وتقوي الأوتار والرباطات،
وتؤمن جميع الأمراض المادية وأكثر الأمراض المزاجية إذا استعمل القدر المعتدل منها بدقة وكان يأتي التدبير صوابا. هذا ما قاله ابن القيم من فوائدها ومن شروط ممارستها التي من أهمها أن تكون بقدر معتدل وإجراءات دقيقة قائمة على العلم والخبرة. وإذا كان الإسلام يمجد القوة في الجسم والعقل والروح والخلق كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فإنه لم يرد نص بقصر هذه القوة على الرجال، بل هي مطلوبة من الرجال والنساء جميعا بالصورة المناسبة لكل منهما. وبالنسبة للمرأة بالذات يجب التزامها للآداب وهي معروفة لا تخفى عليها، والنصوص فيها أشهر من أن تذكر، حتى لا تكون في الرياضة قوة وفائدة من ناحية وضعف وضرر من ناحية أخرى. وهناك قاعدة شرعية معروفة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. كانت هناك أنواع كثيرة من الرياضات يمارسها الرجال ومارسها النساء في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد السلف الصالح، وجاء ذلك في مجال مناسب لهن. من ذلك رياضة العدو أي الجري، فقد روى أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق السيدة عائشة رضي الله عنها فسبقته مرة ثم سبقها مرة أخرى وقال: هذه بسلك. وجاء في بعض الروايات أن سبقه لها في المرة الثانية كان لثقل جسمها وثملها. ومن هنا أؤكد أن الرياضة للمرأة مشروعة مع التزامها بجميع الآداب، وإلا كانت ممنوعة، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية فقر، ما الحد الفاصل بين المرأة البكر والمرأة السيد، وما أحكام كل منهما؟ البكر هي المرأة التي لم تزل بكارتها بوطء حلال أو شبهة أو زنا، والسيد هي التي زالت بكارتها بشيء من ذلك. والبكارة هي الغشاء الخاص الموجود في فرج المرأة. جاء في كتاب كفاية الأخبار في فقه الشافعية أن الثيوبة لو حصلت بالسقطة أو بإصبع أو حدة الطمس وهو الحيض أو بطول التعنيف وهو بقاؤها زمانا بعد أن بلغت حد التزويج ولم تزوج، فالصحيح أنها كالأبكار. ولو وطئت مكرهة أو نائمة أو مجنونة فالأصح أنها كالثيب، وقيل كالبكر، ولو خلقت بدون بكارة فهي بكر. وجاء في المصدر نفسه أن المرأة لو ادعت البكارة أو الثيوبة فالماوردي يقول: يقطع بأن القول قولها ولا يكشف حالها لأنها أدرى وأعلم. قال الماوردي: ولا تسأل عن الوطء، ولا يشترط أن يكون لها زوج. وقال الشافعي: في هذا نظر، لأنها ربما أذهبت بكارتها بإصبعها فله أن يسألها، فإن اتهمها حلفها. طبع النساء نزاع إلى ادعاء نفي ما يجر إلى العار، فينبغي مراجعة القوابل في ذلك وإن كان الأصل البكارة، لأن الزمان قد كثر فساده فلا بد من مراجعة القوابل
ولا يكفي السكوت احتياطا للأبضاع والأنساب. ومن أهم الأحكام المترتبة على ذلك أن البكر عندما تستأذن في الزواج يكفي سكوتها، أما السيد فلا بد من نطقها بالقبول أو الرفض. روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. ومن الأحكام أن الزوجة لو تزوج بأخرى خصها بسبع ليال إن كانت بكرا، أما إن كانت سيئا فيخصها بثلاث ليال فقط، ثم يسوي بين الجميع في ذلك في القسم، لقول أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على السيد أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج السيد أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما رواه البخاري ومسلم. ولو تزوج المرأة على أنها بكر فبانت سيدا فالنكاح صحيح، وهو بالخيار، إن شاء أمسك وإن شاء طلق، مع العلم بأن كتمانها ذلك حرام لأنه غش، والغش حرام. هذه هي بعض الأحكام الخاصة بالبكارة والثيوبة، والله أعلم. في إطار حديثنا عن الزواج نود أن نفهم قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فهم بعض الناس من هذه الآية أن للزوج أن يباشر زوجته في غير المحل الطبيعي للمباشرة، اعتمادا على ما يفهمه من تعبير أنى شئتم، وعلى ما نقل خطأ عن بعض الأئمة. وقد جاء في البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان ودخل. فأنزل الله تعالى قوله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وفي لفظ مسلم: إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية. والمجبية هي المنكبة على وجهها، غير أن ذلك في صمام واحد، والصمام الواحد هو المحل الطبيعي وهو موضع الحرث والولد. وفي المسند عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هلك. قال: وما أهلكك؟ قال: حولت رحلي البارحة فلم يرد عليه شيئا. فأوحى الله إليه: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أقبل وأدبر واتق الحيضة والدبر. وذكر الشافعي بسند وثق رجاله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن، فقال: حلال. فلما ولى دعاه فقال: كيف قلت؟ في أي الحرثتين، أو في أي الحرزتين، أو في أي الخفتين؟ أمن دبرها في قبلها؟ فنعم. أم من دبرها في دبرها؟ فلا. إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن. وفي بعض الروايات التعبير بالحشوش والمحاش. إن لفظ أنى في الآية يطلق على معان ثلاثة: أين، ومن أين، وكيف. والمعنى الثالث هو المقصود منها، فالتعميم في الحال
لا في المكان كما بينته السنة الصحيحة. والحرث هو الذي ينبت الزرع وهو الولد. وقال مجاهد: سألت ابن عباس عن هذه الآية فقال: تأتيها من حيث أمرت أن تعتزلها، يعني في الحيض، لأن هذه الآية متصلة بآية الحيض. ومن هنا يعلم خطأ من نسب القول إلى الإتيان في غير ذلك إلى بعض الأئمة، فهو مجمع على حرمته، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، هل للزوج حق في أن يستولي على الكسب الخاص لزوجته بحجة التعاون على مطالب الأسرة؟ يقول الله سبحانه: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ويقول: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. تشير هذه الآيات إلى وجوب احترام الرجل لملكية المرأة، فحرم على الزوج أو ولي أمرها أن يأخذ من صداقها شيئا إلا عن طيب نفس، وذلك إبطال لما كان الناس عليه في عهد الجاهلية. والحكمة في ذلك تقرير مبدأ الحرية للمرأة في التملك والتصرف فيما تملك، وكذلك رفع قيمة الرجل وتكريم رجولته وتحقيق قوامته عليها. فمهما اشتدت حاجته لا ينبغي أن يطمع في مال زوجته الغنية حتى لا يكون عبدا لإحسانها إن أعطته بطيب خاطر. وقد قرر الإسلام لها هذا الحق قبل أن تقرره المدنيات الحديثة بعدة قرون. ولذلك يجوز للزوجة أن تتاجر في مالها الخاص وأن تتصرف فيه بدون إذن زوجها ما دام ذلك في حدود المشروع. وإذا كان لها أن تتصدق وتتبرع فليكن الأولى أن يكون لمصلحة الأسرة بمعونة زوجها إن أحست الحاجة إلى المساعدة، فهو نوع من الوفاء والتعاون على الخير. والإسلام قد نفر من الإقدام على زواج المرأة الغينية من أجل غناها فقط ومن أجل الطمع في مالها دون اهتمام بالمقياس الخلقي والديني للزوجة. لكن لو كان هناك اتفاق سابق على الزواج أن يتعاونا معا على الأسرة، أو أذن لها الزوج أن تعمل لقاء اشتراكها في ذلك، كان لا بد من تنفيذ الاتفاق، فالمؤمنون عند شروطهم. وكان لا بد من النزول على حكم العرف إن كان العرف يقضي بذلك. وبدون هذا لا يحق للزوج أن يأخذ شيء من مالها الخاص. ويا حبذا لو كان هناك تحديد واضح بينهما من أجل ذلك حتى لا يكون نزاع قد يفضي إلى هدم الأسرة، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، لقد كثر الكلام في ذم زواج التحليل وأن المحلل والمحلل له ملعونان، فهل معنى ذلك أنه حرام؟ وكيف تعود المطلقة طلاقا دائما بينونة كبرى إلى زوجها الأول؟ المقصود بزواج التحليل هو زواج المطلقة ثلاثا لتحل بزوجها الأول، وهو أمر مشروع دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: الطلاق مرتان، ثم قال في الآية التي تليها:
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال العلماء: المعنى إن طلقها للمرة الثالثة. قال القرطبي: وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الأئمة واللفظ للدارقطني عن عائشة: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق كل واحد منهما عسيلة صاحبه. وحتى يكون زواج التحليل محققا للغرض الذي شرع من أجله لا بد فيه من أمرين أساسيين: أولهما أن يكون العقد صحيحا حتى يحل به الاستمتاع بالمعاشرة، والثاني أن يكون معه دخول صحيح بالمعاشرة، فإذا اختل واحد منهما لم يكن مشروعا. والله أعلم. وهل يكون العقد صحيحا إذا كانت فيه نية أن هذا الزواج زواج تحليل فقط؟ حتى يكون العقد صحيحا لا بد فيه من استيفاء الأركان والشروط المعروفة في كل زواج، وزاد العلماء على ذلك أن يكون خاليا من نية التحليل. ونية التحليل لها حالتان: الحالة الأولى أن يصرح بها في العقد، سواء كان العقد شفويا أو تحريريا، كأن يقول: تزوجتك على أن أحلك لزوجتي، وهو عقد باطل لا تترتب عليه آثاره عند جمهور الفقهاء، وهم مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وعده ابن القيم من الكبائر. لا فرق بين أن يكون اشتراط ذلك بالقول أو التواطؤ، فذلك لأحاديث منها ما رواه الترمذي عن ابن مسعود وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجه وأحمد عن ابن عباس والحاكم وصححه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وما رواه ابن ماجه والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بالتيس المعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. وأما أهل الرأي هم أبو حنيفة وأصحابه فقد اختلفوا في نية التحليل، فقال أبو حنيفة وزفر: يصح العقد ويحلها للأول، لأن الشرط الفاسد يلغى ويصح العقد. وقال محمد: إن العقد صحيح مع هذا الشرط، لأن الشرط يلغى، ولكن هذا العقد لا يحلها للأول. وقال أبو يوسف: العقد باطل، وهو كرأي الجمهور، ولا يحلها للأول. وحكى الماوردي عن الشافعي أنه قال: إن شرط التحليل قبل العقد صح النكاح وأحلها للأول، وإن شرطاه في العقد بطل النكاح ولم يحلها للأول. وهذا قول الشافعي. الحالة الثانية في نية التحليل ألا يصرح بها في العقد وإن كان أمرا معروفا بين الناس، أو على الأقل بين الأطراف الثلاثة، وهم المطلق والمطلقة والمحلل. قال مالك: العقد غير صحيح ولا تحل للأول، لأن العبرة في الأحكام بالنيات. وكذلك قال أحمد بن حنبل. وقال أبو حنيفة وأصحابه: ينعقد صحيحا مع الإثم، ويترتب عليه حلها للأول بعد الدخول والطلاق وانتهاء العدة، لأن العبرة عندهم في الأحكام بالظاهر. وأما الشافعي فله قولان: القول القديم وهو البطلان، والقول الجديد وهو الصحة. والله أعلم.
هذه هي الأقوال في عقد النكاح مع نية التحليل، لكن الشرط الثاني وهو الدخول بالمرأة يقال إنه يكتفى فيه بمجرد الخلوة، فهل هذا القول صحيح؟ الدخول الصحيح بالمعاشرة الجنسية أمر متفق عليه بين الأئمة الأربعة وجمهور علماء المسلمين، ولا يكتفى فيه بمجرد الخلوة حتى لو كانت صحيحة، بل لا بد فيه من اللقاء الجنسي. والدليل على ذلك ما رواه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها الثاني وهو المحلل ضعيف في الناحية الجنسية، يعني لم يجامعها، فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة وهو زوجها الأول الذي طلقها ثلاثا، لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وجاء في سنن النسائي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العسيلة الجماع ولو لم ينزل. وهذا ما رآه الجمهور من الاكتفاء بمجرد الجماع ولو بدون إنزال. والحكمة من اشتراط المحلل وتأكيد دخوله بالمرأة باللقاء الجنسي هي التنفير من الطلاق الثلاث، وتنبيه الزوج إلى التريث في استعمال حق الطلاق الذي جعله الله ثلاث مرات، ومراعاة للشعور بالغيرة على أن يحل محله رجل آخر في التمتع بزوجته. من هذا يتبين الاتفاق على صحة الزواج ووجوب المعاشرة الجنسية. ورأينا الاختلاف في نية التحليل أو التصريح به واشتراطه في العقد، فعند أبي حنيفة أن نية التحليل شرطت أو لم تشترط لا تمنع من صحة العقد ولا من حل المرأة لزوجها الأول. وعند الشافعي قولان: قول كمالك وأحمد بالمنع، وقول كأبي حنيفة بالجواز، وتحمل الآثار الواردة في التنفير منه على الكراهة لا على البطلان والحرمة. وفي المسائل الخلافية لا يفرض رأي من الآراء إلا باختيار ولي الأمر أي الحاكم العام، والأمر في مصر على رأي أبي حنيفة وهو الجواز لأنه الراجح في المذهب، ولا مانع أن يختار ولي الأمر أي رأي من الآراء وبخاصة عند اقتضاء المصلحة، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية الصقر، من أجل البحث عن السعادة الزوجية تلجأ بعض السيدات المسلمات إلى السحرة والدجالين لعمل أحجبة، فما الحكم في هذه الأشياء من وجهة نظر الدين؟ مبدئيا أقول إن المرأة نفسها سحر في أقصى درجات السحر، يمكنها بما يمكن من جمال الخلق والخلق والذكاء أن تجذب قلب زوجها إليها، فإن عجزت مع هذا كله أن تبقي على حبه ولو في أدنى درجاته، فمن الجائز أن تكون هناك عوامل أخرى صرفته عنها، وقد تكون عوامل بشرية من الجو الذي تعيش فيه، وقد تكون عوامل أخرى وهي غير بشرية، يشير إليها قوله تعالى في آية السحر: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ولبيان حكم السحر موضع آخر، مع التنبيه على عدم التورط في التعامل مع الدجالين الذين يوهمون الأغرار بأنهم يستطيعون أن يفعلوا ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه، والله أعلم. نود أن نعرف
لماذا أجاز الله سبحانه وتعالى للرجل أن يتزوج بأكثر من زوجة ولم يجز للمرأة أن تتزوج بأكثر من زوج؟ قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ولقد كان تعدد الزوجات معروفا وسائدا في الشرائع الوضعية والأديان السماوية السابقة، والإسلام أقره بشرط ألا يزيد على أربع وألا يخاف العدل بينهن، وفي مشروعيته مصلحة للرجل. فمن المقرر أنه بحكم تكوينه مستعد للإخطاب في كل وقت من سنه العادي، وتتوق نفسه إلى المتعة ما دام في حال سوية. أما المرأة فبحكم تكوينها لا تستعد للإخطاب مدة الحمل، وهي أشهر طوال، وفي مدة الدورة وهي في الغالب ربع الشهر طيلة عمرها حتى تبلغ سن اليأس، كما أنها لا تحب المتعة مدة الإرضاع التي قد تبلغ حولين كاملين ولا ترغب فيها غالبا، أو تلح عليها إلا في فترة قصيرة جدا كل شهر حين تنضج البويضة. فكان من العدل والحكمة أن يشرع التعدد ما دامت هناك قدرة عليه وعدل فيه. فالزوجة قد تكون غير محققة لمتعته كما يريد، إما لعامل في نفسه أو في نفسها هي ولا يريد أن يطلقها، وقد تكون عقيما لا تلد وهو يتوق إلى الولد، وهو شأن كل رجل بل وشأن كل امرأة، فيبقي عليها لسبب أو لآخر. أو قد تكون هناك عوامل أخرى تحقق له بالتعدد، مصلحة مادية أو أدبية أو عاطفية يحب أن ينالها في الحلال بدل أن ينالها في الحرام، كما أن في تعدد الزوجات مصلحة للمرأة أيضا إذا كانت عقيما أو مريضة وتفضل البقاء في عصمة الرجل لعدم الاطمئنان عليها إذا انفصلت، وقد تكون محبة له يعز عليها أن تفارقه لشرف الانتساب إليه أو لنيل خير لا يوجد عند غيره. وفي التعدد مصلحة للمجتمع بضم الأيام ورعاية الأيتام، وبخاصة في الظروف الاستثنائية، وبالتعفف عن الفاحشة والمخاللة، وكذلك بزيادة النسل في بعض البلاد أو في بعض الظروف التي تحتاج إلى جنود أو أيد عاملة. وإذا علمنا أن الرجل مستعد للإخطاب في كل وقت، وبتزوجه بعدة زوجات يكثر النسل، جاز له أن يعدد الزوجات. لكن المرأة إذا حملت أو كانت في فترات الدم أو الرضاع لا تكون مستعدة للحمل مهما كثر اللقاء الجنسي بينها وبين زوجها الواحد. فما هي الفائدة من كثرة اللقاء بينها وبين أكثر من رجل؟ إنها ستكون للمتعة فقط، تتداول كما تتداول السلعة. وفوق أن هذا إهانة لكرامة المرأة، فيه اختلاط للأنساب وتنازع على المولود من أي هؤلاء الرجال يكون، وتلك هي الفوضى الجنسية والاجتماعية التي تضيع بها الحقوق ولا يتحقق السكن بالزواج. إن تعدد الأزواج للمرأة الواحدة صورة من صور النكاح في الجاهلية التي أبطلها الإسلام كما ثبت في صحيح البخاري. وقد كان عندهم نكاح أخبرت عنه السيدة عائشة
بأن الرهط أي الجماعة ما دون العشرة من الرجال يدخلون على المرأة كلهم يثيب لها، فإذا حملت ووضعت ومرت ليال بعد أن تضع أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدته، فهو ابنك يا فلان، تلحقه بمن أحبت فلا يستطيع أن يمتنع. كما كان هناك نكاح البغايا الذي يدخل فيه كثير من الناس على المرأة فلا تمتنع ممن جاءها، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها القافة أي الذين يعرفون الأثر، فألحقوا ولدها بالذي يرون، والتاف به أي لحقه، ودعي ابنه لا يمتنع منه. والإماء هن في الغالب اللاتي يحترفن هذه الحرفة وينصبن الرايات على بيوتهن. فالخلاصة أن تعدد الزوجات للرجل الواحد فيه فائدة، أما تعدد الأزواج للمرأة الواحدة ليست فيه فائدة تذكر، والله أعلم.